المنصة مع محمد البكيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا يا رفاقي في برنامج المنصة وحلقة جديدة على الهواء عبر أثير إذاعة ألف ألف. اليوم عندنا ملف مهم جدا، هو يتعلق بملف النادي الأهلي اللي إن شاء الله اليوم راح نفتحه بعد هذه الافتتاحية. طبعا من أهم الأخبار اللي احنا رصدناها في اليوم، بس أنا قبل أقول الأخبار هذه صراحة أنا عندي ملف قضية أيضا مهم جدا وملاحظة مهمة، أعطوني أراءكم فيها وأهلا تشاركوني على رقم 012-616-1100 اللي هي إيش؟ أعطينا كذا نغمة يا خالد. الله أكبر. هي صداع المخالصات التي يعيشها الأندية، أندية النصر، الاتحاد، الأهلي، الهلال، الأربع الأندية اللي مستحوذ عليها صندوق الاستثمارات عندها صداع. صداع من إيه؟ صداع من بعض اللاعبين الذين تنوي المخالصة معهم، وإلى الآن ما فتحهم في الموضوع، ما أدري هم مستحين منهم ولا خايفين. نأخذ مثال النصر مثلا، بيتي، هذا بيتي اللي كل أطول وقت في العيادات رغم أنه لاعب كبير، لكن النصر بيحاول يتخلص منه، وأيضا مشى رابوف، هذا أنا دائما صعب اسمه علي، أيضا يحاول يتخلص منه، ما استفادوا منهم طول الموسم الماضي النصر. الاتحاد عندك طارق حامد، وعندك الكبير الهرم أحمد حجازي، كلاهما لم يفتح معهم الاتحاد باب المفاوضة، يعني مثلا حامد، طارق حامد محاولة إنهاء العقد إنه باقي سنة وإحضار لاعب محور آخر أو أي مركز ثاني. المهم أحمد حجازي اللي تعرض في إصابة طارئة، فالاتحادين يخططوا إنهم هم يعني يفسخوا عقد اللاعب على أمل أن يعود أن يعاد صياغة عقد جديد مع الفترة الشتوية، وإلى اليوم ما حد فتحهم ولا حد كلمهم، والله مستحيلين منهم، جايبين دوري لهم. الأهلي وما أدراك ما الأهلي، عمر السومة اللي باسم العشر سنوات اللي قضاها في الأهلي، أسطورة الأهلي، هداف الأهلي، اللاعب الفذ، اللاعب الكبير، إحنا نتكلم على تاريخه، أيضا باقي له موسم آخر في الأهلي من عقده، ما هم عارفين الآن كيف يتم التفاوض لإنهاء هذه القضية، هل تسوي تسوية، هل يسوي فسخ عقد، يعني نشوف كيف تنتهي هذه المخالصة. وآخرهم مين؟ الهلال. حتى هذا الهلال دائما ما شاء الله تبارك سجله نظيف حقيقة، لا قضايا لا ديون لا مشاكل. ما شاء الله تبارك الله عليك، بس ناشب لهم ذا بيريرا زي الشوكة بالحر، عقده كبير، فاكرين انتوا لما جاب صفقة كبيرة وهالليلة كبيرة، ولكن لم ينجح اللاعب إلى اليوم، والهلال يحاول بطريقته الدبلوماسية المميزة عن البقية في التخلص من اللاعب. طبعا هذول الأسماء اللي ذكرناها، اللي حب يشاركنا في هذا الموضوع على 012-616-1100. طبعا من آخر الأخبار إنه في ديونغ إيغالو، عارفينه مهاجم الهلال اللي كان لاعب في الشباب ثم انتقل للهلال، يقول في تصريح له انه تفاجأت حقيقة يعني بعدم قدوم اللاعب العالمي ميسي الى الهلال. ليه طيب انت متفاجئ؟ قال والله لانه كان جزء من عدم تمديد عقدي انه قالوا لي انه ميسي جاي. والله هو كان جاي بس لف على امريكا كده. كمان من الاخبار الجميلة، دقيقة واحدة بقينا قبل رفع اذان صلاة المغرب، عن الخبر الجميل للاتحاد السعودي لكرة القدم بإلغاء تنظيمات مقيمين مباريات. يا حبيبي هذه الوظيفة اللي كانت أشبه بوظيفة تشريفية للحكام المتقاعدين، يأخذون عليها مكافأة، قالوا لهم لا يا حبيبي خلاص خلصنا، احنا اليوم في عصر جديد وعصر حديث ولعب عالميين ومنتقلين للعالمية، الآن التقييم عن بعد عن طريق لجنة الحكام، السلام عليكم، تبغوا انتوا الباقيين ممكن حيروح على التقييم، حيبدأ تقييم الحكام على دوري الدرجة الأولى والدرجات السنية، أما دوري المحترفين لا حد يقرب.
طيب يا جماعة الآن سيرفع أذان صلاة المغرب توقيت مدينة جدة ونعود بعد الأذان لفتح ملف الأهلي. أولا المنصة مع محمد البكيري. اهلا معايا عدنا اليكم رفاقي في برنامجكم برنامج المنصة البرنامج الإذاعي الرياضي الواسع الانتشار بفضلكم وبفضل الله بعد دعمكم بإذن الله. طبعا تكلمنا في قبل الفاصل عن قضية انه النجوم العالقين في الأندية ولا هي قادرة تسوي مخالصة معاهم ومسببين لهم صداع وهم عارفين كيف يفتحونهم مستحين منهم مستحين من فلوسهم خايفين يعصقوا معهم اللعيبة لبعضهم صراحة كان مثلا زي مشاربوف يعني الله وقف لهم قال لهم حبيبي حتى لو تدينا عقدي كامل ماني رايح انا متكي هنا معايا كريستيانو تخليني امشي خليني متكي هنا على الاقل اسمي لعبت مع كريستيانو ولا بيريرا اللي عقده كبير يحاول يعيروني يحاول مره مو خالص ناشب ناشب معي ومعكم الناقد الاعلامي اللاذع الصديق والزميل سامي القرشي. الو حياك الله محمد. هلا ابو خالد تحيه لك ولمستمعيك. يا هلا ومرحبا الله حييك. غريب اليوم مستضيفني وما في مشاكل بالعاده ما تجيبني اذا كان في مشاكل. شفت كيف انا اخذ انا اجيب الشجعان انا اجيب الناس اللي تهرج الناس اللي تقول اقدمنا الله يستر ما دام هذا المقام. لا والله نعم فيك يا سامي بس انه تعرف الحين احنا جايين رايحين مرحله ثانيه في الرياضه السعوديه منتقلين انتقاله صاروخيه الى العالميه كذا صحينا لقينا نفسنا رايحين العالميه ايش تبغى احلى من كذا حلم والله العظيم ان الناس قاعده متشوقه بس لبدايه الموسم والله هذه البدايه لسه ترى بس اقول لك الشتويه كمان في يمكن زياده والصياح برا اي والله هذا هناك مين جاء مخص مساكين التصفيق داخلي والصياح برا اي والله العظيم سامي حبيبي الاهلي وما ادراك ما الاهلي الكبير العائد الى مكانه الطبيعي كيف ترى وضعه الوضع الحالي الان مطمن في قلق والله متفائل نعم مطمن انا بالنسبه لي شوف محمد مش بس الاهلي ترى سالفه الصندوق ازالت الضغوطات عن الجماهير صحيح والاهلي اول هذه الانديه صحيح. حتى انه الجماهير يمكن اليوم اللي لاحظ مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تتحدث عن الصفقات ما صارت تهتم أو تعير أي انتباه إدارات رؤساء من جاء من غادر بل إنها لم تعد تحت رحمة من يتداولون كراسي الأندية ودهاليزها منذ تأسيسها وركز على كلامي اليوم الأندية تم تفعيلها بصراحة عمليا كمؤسسات حكومية زمن التنمر على الجماهير من خلال الشلة ومن خلال المجموعة اللي يتداولون على كرسي الرئاسة هذا الزمن ولوا بلا رجع الأهلي وضعه جيد وجماهيره متفائله وان كانت تعيش بعض التوتر بسبب عامل الوقت يمكن جماهير النادي الاهلي فقط هي تتمنى تسريع عمليه التعاقدات وحسم ملف المدرب لسبب واحد مش تفضيل على الانديه الاخرى بل لان الاهلي خارج من ارض زلزال مدمر وخارج من حرب اهليه داخليه حقيقيه وضعته على خط الصفر بخلاف يمكن المنافسين الاخرين اللي ممكن إعدادهم يبدأ من 60 أو 50 أو 70% من الجاهزية على مستوى النجوم سواء كانوا محليين أو أجانب. إذا كانت الأندية محمد الحديث للأخوة المستمعين إذا كانت الأندية ما له فكر في 75% طمنت المشجع على نادي ماليا سواء كان من ناحية مين يدعمنا أو سواء كانت من ناحية مين يجيب لنا النكبة ويحطنا في جدار مالي وفي قضايا مالية لها أول ما نعرف يعني الأهلي صار في زي ما تقول يعني نقول في أيدي أمين الآن نعم ماليا على الأقل هي على الأقل طبعا نعم أهم شيء هي المالية دي هي مصيبتنا في المالية دي هي بس في شغلة مهمة يا محمد الجمهور الحقيقة لازم ينتبه لها
يبقى الفكر ترى متروك لل 25%. صحيح. وهذه مساحه كافيه يمكن لوضع بصمه ما يسمون بالزاد البشري للانديه واللي يملكون الفكر داخل الانديه. عشان كذا انا اقول للاهلي خالد العيسى والغيره والحديث هنا للعيسى اللي راح ينام على طرف الصندوق راح يصحى يوم على حصير الخيبه والعمل المستقبل بمعنى ينام. نعم ان الناس اللي لحظه حدري البيت الجميل ذا اللي ينام ايه اللي ينام على طرف الصندوق راح يصحى يوم على حصير الخيبه والعمل المستقبل الكارثي سيصحى يوما حلو العنوان ذا يصحى يوما على حصير الخيبه والعمل المستقبل الكارثي شوف إن انا بسالك سؤال عن الاستاذ خالد لانه هي في جزئيه شوف الناس اللي تعتقد ان الضخ المالي حيستمر للابد اي طبعا غلطانين اكيد هذه صناديق استثمار دي نعم اللي قاعدين تشوفونه ترى هذه رياح يجب اغتنامها لصناعه قاعده صلبه للانديه راح يجي يوم يفلتوك اما انك تحلق بناديك او تسقط على ارض المحاسبه صحيح وهذه جزئيه مهمه لازم تفهمها الجماهير يفهمون الناس اللي عاملين في الانديه طيب انا اشوف اول شيء عندي فاصل بس بسالك سؤال مهم قبله تحضر لي الاجابه عليه تولي خالد العيسى رئاسه النادي الاهلي هل تراها مفاجاه؟ انتظر اجابتك بعد الفاصل. المنصة مع محمد البكيري. عدنا اليكم رفاقي وبرفقة الزميل والناقد الرياضي سامي القرشي. سامي سؤالي اللي كان قبل الفاصل. تولي خالد العيسى الاستاذ خالد العيسى رئاسة النادي الاهلي. هل تراه مفاجأة كان؟ لا ابدا. ليه؟ اللي تابع المشهد الاهلاوي خلال سنتين ونص او ثلاث سنوات من تاريخ اليوم لا يرى انه رئاسه العيسى مفاجاه بل انها متوقع لان الرجل بصراحه وهذا كلام ركزوا على كلامي لان راح اعيده كثير لان الرجل حقيقه كان حريص على خدمه الاهلي حتى بالدعم المالي خارج ادارته يعني يدعم لادارات اخرى يعني دعم هو قبل كذا اي نعم وفي المقابل وفي المقابل هذا الجزئيه الاهم لازم يعرفوها الاهلاويين وهذه على فكره من مخرجات أزمة النادي الأهلي ومن الحقائق اللي على الأهلاويين أن يكتشفوها أو اكتشفوها وخلصوا في المقابل من كانوا يرفضون العيسى كانوا يرفضونه وفق مبدأ النادي حقنا لأن هدفهم أن اللي يأخذ الكرسي هو ما يسمونه ولدنا أو من أبناء النادي أصبح النادي الأهلاويين يفرقون ما بين الأهلاويين هذا ولدنا وهذا مش ولدنا تصنيف نعم وبدون المشكلة أن الناس اللي جالسة في الخلف النادي الأهلي وحديثي هنا على الذهبيين بشكل مكشوف أنا ما عندي شيء خوف أنهم يبغون يتحكمون في المشهد الخلفي للنادي الأهلي يوجهون مستقبله ويضعون من يريدون بدون أن يدفعوا أو يدعموا فقط يريدون أن يتحكمون ببلاش وبدون أي مقابل يعني تشعر أن هذول هم الخطر على الأهلي هذول هم اللي الحقيقة من بعد الفراغ الذي ترك من الألفين و17 تقريبا هناك رجالات يعني خدمت الرياضه السعوديه من خلال الانديه وترجلت وهذا يعني وضع طبيعي يعني كل الانديه هذول الرجالات الحقيقه من بعدهم النادي الاهلي يعيش فراغ شرفي ذهبي غير عادي بل على العكس تماما يعني تخيل انه اثناء الانتخابات كانوا يصرحون انهم مع فلان وضد فلان وانهم يدعمون فلان وضد فلان يعني حتى ما راعوا حرمة الـ 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 الانتخابات وعدم تسيير الجماهير في اتجاهات معينة وعدم شق الصف الأهلاوي الجماهير ولكن للأسف انشق الأهلاويين جماهيرين أثناء الانتخابات ليس بسببهم الجماهير بل بسبب ناس غير مسؤولين في الخلف للأسف كانوا يصرفون ويريدون التحكم في مشهد النادي الأهلي وبدون أي سبب نريد فلان ولا نريد فلان وتعتقد أن تولي العيسى يعني حد منهم يعني ولا كيف تشوفه لا انت اليوم ما تقدر يعني اليوم العيسى نفسه صلاحياته مش مطلقه رؤساء الانديه مش يعني مش لهم كامل الصلاحيات المطلقه في النادي يفعلون ما يشاءون لك نسب معينه وصلاحيات محدده الجميع يعرفها الوزاره تعرفها صندوق الاستثمار الشريك المالك يعرفها تماما لا تستطيع ان تتجاوز اليوم هؤلاء خارج المشهد نهائيا الناس اللي في الخلف اللي كانوا يقولون الاهلي حقنا والاتحاد حقنا معروفين وهذولا خارج المشهد نهائيا واعتقد انه اليوم وقت العمل المحترف وقت العمل بالنسب الاخضر يعني يكفي حاجه واحده
اليوم لو رئيس نادي الاتحاد عنده نية يتعاقد مع لاعب لا يستطيع من راسه يروح يوقف في 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 مجلس او في بيته او في استراحه او في اي مكان. اليوم انت يجب ان تضع مقترحاتك وعقودك وكل شيء وارتباطاتك الماليه المستقبليه على طاوله المجلس التنفيذي للشركه والقرار جماعي، لا يوجد قرار فردي على الاطلاق. فاذا كان الناس اللي رسميا هي يسمون رئيس مجلس اداره النادي إذا كان لا يملكون كامل الصلاحيات والعمل السابق العشوائي، فما بالك بناس جالسين في بيوتهم يسمون برجالات. طيب أنت سامي يا أبو خالد، إيش تتوقع طيب من العيسى يعني خلال السنة هذه اللي راح يتولى فيها رئاسة؟ يعني أقرب شيء تتوقع أن يقدمه للأهلي أو يعالجه في الأهلي؟ شوف المدة، خلينا نتفق على جميع الأندية، مدة سنة غير كافية أنك أنت تعمل عمل طويل المدى أو مستقبلي أو خطة لثلاث وأربع وخمس سنة. انت تؤسس للمبادئ داخل النادي، تعمل على الاولويات الملحه الزمنيه الانيه. بمعنى اليوم مين اللي يطلب من خالد العيسى انه يفكر في غير اللاعبين وجلب اللاعبين والانتهاء مع المحترفين؟ يمكن حتى العمل الاداري الداخلي حقه ترى اجله، ولا شفنا قرارات ولا اصلاحات داخليه، لانه انت اليوم تحتاج الساعه عشان تخلص من تسابق الزمن، عشان موضوع المعسكر، موضوع الاجانب هل تم التعاقد معهم، في اولويات وهو شغال عليها. يعني انا حقيقه من مصادر المؤكده، انا اللي اعرفه ان الرجل يروح لمكتبه من الساعه 10 صباحا ولا يرجع للساعه 4 الفجر. هو ومعاه عدد من اعضاء مجلس ادارته. وهذا الشيء انا نقلي وأثق الحقيقة في مصدري. لكن احنا نسأل الله التوفيق. وبصراحة يعني الأهلي حالة خاصة، أنت تعلم هذا الكلام وكثير من الرياضيين يعلمون هذا الكلام، وأنا كررتها قلت يمكن الاتحاد على سبيل المثال سيستعد للموسم القادم بجاهزية قد تصل إلى 50% أو 60%، النصر 60-70%، الهلال 70-80%، الأهلي مختلف، الأهلي سيبدأ من الصفر. هي نقطة هو لأنه يبدأ تكوين فريق من الأساس، يعني لاعبين محترفين ولاعبين أجانب. الأهلي ما عنده عمود فقري إلى الآن. لك أن تتخيل أنه الكلام يأتي من داخل النادي، أنه النادي الأهلي لن يحتفظ إلا بفلوس فقط، أما بقية فلن يكون هناك أي لاعب أجنب. يعني أنت تتحدث عن الأقل عن 7 أجانب، تتحدث عن 8-9-10 لاعبين محليين عشان تبني دكة. ما عنده الأهلي، صفر على الإطلاق. نعم. طيب طبعا الاهلي الحين راح معسكر النمسا امس اول امس ودون جهاز تدريبي، مقارنه مثلا بالاتحاد المستقر من الموسم الماضي، مقارنه بالهلال ولا النصر اللي تم التعاقد معهم. وانا احصر هذه الاسماء الانديه لان هي انديه الصندوق لشركه الاهلي، فانا ترى انه هناك خلل ايضا. نعم ارى انه هناك خلل، وهذا الكلام اللي تتحدث عنه جماهير النادي الاهلي ترى على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا لا نمارس الضغوطات من اجل مثلا جلب لاعب معين، لان القوائم معروفه والصندوق يعلم ان هؤلاء اللاعبين حق لهذا النادي وفقا لقوائم المقدمه، وهؤلاء حق للاتحاد، وهؤلاء حق للهلال، وهكذا. لكن احنا نتحدث، الاهلاويين الان لا يشغلهم الا الوقت. اللبنه الاساسيه في موضوع استقرار النادي الاهلي التعجيل بموضوع المدرب. يجب ان يكون المدرب الان موجود في المعسكر، واللعيبه ياتون تباعا الى المعسكر وفق التعاقدات على الاقل لانقاذ الوضع الحالي في النادي الاهلي. واحنا عندنا الان احنا كمان نطلب انه يكون في عمل احترافي، وانه يكون الراي تشاوري وما في راي فردي على مستوى اتخاذ القرارات والتعاقدات وابرام العقود. احنا نؤمن بهذا الكلام، ولكن بشرط انه كمان الروتين ما يكون قاتل فيما يخص موضوع الوقت كما هو يحدث الان في حال النادي الاهلي. انا اللي اعرفه انه خالد العيسى مختار قوائم اللاعبين ومقدمها للصندوق، ويعرفون اللاعبين اللي يبغاهم النادي الاهلي في كل خانه. الاهلي مقدم قائمه بالمدربين وفق الاولويات، يعرفهم الصندوق تماما. يا اخي يكفيك انه تخيل انه اليوم دخلنا في اليوم 55 في مفاوضات محرز للنادي الاهلي، تخيل مفاوضات. طيب ليش الاهلاويين عالقين في محرز؟ حقيقه يعني انا ملاحظ حاجه، يعني الاهلي منذ فتح باب محرز هذا في الحديث عن، يا اخي اصبحوا غالقين نفسهم داخل
هذا المكان، يعني محرز اذا ما جاء محرز الاهلي بيخلص، مو صحيح هذا الكلام. إيه بس لا بس نوعيه اللعيبه اللي تعاقد معها الانديه الاخرى المنافسه تفرض عليك انك انت تتمسك بحقوقك في انديه من الصف الاول. اليوم ما تقدر تجي ماني ضد هذه ماني ضد هذه بس ما اقول انه هذا الـ 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 هذا بنحصر في محرز، يعني في لعيبه ثانيين. مين يقرر طيب امكانيه انه هذا اللاعب؟ ما ادري الحين هي داخل بين الاهلاويه وبين النصراويه، كل واحد يقول احنا انا اللي فاوضته، يعني طلع رشيد ظهر امس بدري اول امس يقول النصر فاوض اول، وفي الاهلي يقول من فاوض. انت تتكلم على ساديو ماني. ساديو ماني ايوه هذه القضايا اللي بينهم غير محل. لا النادي الاهلي هو ساديو ماني موجود في اعلى قائمه النادي الاهلي المقدمه، وهذا كلام انا اقوله عن علم، بل اني استطيع اني انا اسمي لك كل الاسماء لولا انه الموضوع يعني يحتاج لبعض السريه في جميع الخانات واعرف قائمه. طيب ادينا واحده من السريات هذه، نزل لنا واحده كذا. الاهلي قاعد شوف الان افصل عليها مخرج، افصل الصوت عليها ما يبدينا ولا شيء. لا الجماهير الاهلاويه الان شوفها هي حتى مواقع يعني التواصل الاجتماعي قاعده تتحدث عن محرز، قاعده تتحدث عن ساديو ماني، قاعدة تتحدث عن مرابط في الوسط كمحور. اي صحيح يعني هذه الاسماء المتداولة للاهلاويين. ايه ومن شهور مش من اليوم، يعني يكفي انه محرز 55 يوم معقولة الى الان لم يتم الاعلان عنه او حسم الصفقة. طيب العامل الزمني وحاجة النادي الاهلي للوضع في الوضع الراهن لكل يوم لكل دقيقة ولكل ساعة ما يتم مراعاته بصراحة، يفترض انه الجماعة في الصندوق وخصوصا المفاوض الكريم نتمنى عليك، احنا نقول بيض الله وجهكم وما قصرتم، لكن نتمنى عليك مراعاه عامل الوقت فيما يخص النادي الاهلي. طيب فيما يخص موضوع المدرب، بسالك سؤال قبل اسالك سؤال على السومه بس سريعا كذا، السؤال ايش رايك في جدول الاهلي؟ كثير من الناس يرون انه جدول جميل يعني ومريح للفريق الاهلي، والله مدلعينكم في الجدول. والله العظيم الاهلي كان دائما يظلم في موضوع الجدول، يمكن السنه هذه جاله الانصاف من الله سبحانه وتعالى. التحدي عنده مشاكل في الجدول لهم يومين، يقول لك يا اخي احنا تعبنا واحنا ما نجيب بطولات صحيح الدوري ونقبل بالجدول اللي يصير، الحين بطل الدوري برضه نفس الوضع. شوف بس في جزئيه مهمه يعني هل لجنه المسابقات اعلنت عن اليه عمل الجدول؟ هنا السؤال. كيف اعلنوا؟ هم اعلنوا عن الجدول. كيف؟ ايوه اعلنوا عن الطريقه اللي سيتم فيها وضع الجدول، هل هي بالطريقه الاسبانيه؟ هل هي والله هي صراحه انا مخي ضار، شوف انا اعلامي ولي خبرتي ولي انا اعرف الاليه، انت بتغير اليه قول لنا، اللي هي نفس اليه الموسم الماضي، طيب قول لنا كيف يصير جدول زي كذا؟ ما تجي العاده دائما عكس عقارب الساعه يستخدمون عكس عقارب الساعه. انت لو اعلنت عارف ما راح يشتكيك لا اتحاد ولا نصر ولا جمهور ولا اي احد، انت اعلنت الاليه سويتها قدام الناس يا اخي الجدول. لا هذه ما صار، هذه المره هم متى قد سووها قدام الناس اصلا؟ انا بقول لك على شغله بسيطه، دوري عظيم جدا جدا يتحرون سكان الكره الارضيه كلهم الموسم القادم، والله لا اسوي القرعه حقت الجدول نقل على الهواء مباشره كانها بطوله عالم. طيب اسمع عندي فاصل الحين قصير ابو سيم، ها وبسالك سؤال اخير عن السومه، فاصل ونعود. المنصة مع محمد البكيري. عدنا إليكم برفاقي في برنامج المنصة على موجة ألف ألف، أبو سيم سامي القرشي معي، أبو خالد محلين، عمر السومة النجم الكبير والتاريخي في النادي الأهلي، حجم ما نختلف عليه أنه نجم وصنع تحول في مسيرة الأهلي، وصنع الأهلي تحول في مسيرة السومة وأصبحوا مثل التوأم السيامي حقيقة. طيب. لكن ذبلت هذه العلاقة في السنوات الأخيرة أو في آخر موسم أيضا كمان شارك فيه اللاعب وقبله لم يعد السومة ما هو اسمه. سؤالي هو اليوم عاد السومة بعد الإعارة للدوري القطري إلى النادي الأهلي بحكم تبقي سنة له. سنة نعم في موسم. وأيضا له 10-11 مليون كذا باقيت له كمان وأشياء زي كذا، لكن اليوم الأهلي لما أظهر قائمة المعسكر المغادر إلى النمسا السومة خارج القائمة. كيف تقر المشهد؟ والله شوف يا محمد هذا سنة، يعني هل تؤيد انت الخطوه هذه؟ إيه ترى خطوه صحيه ولا؟ ايوه خلاص يا اخي، كريستيانو رونالدو ما جلس 8 سنوات و9 سنوات مع ريال مدريد، في النهايه لكل لاعب يجي وقت يقدم كل ما عنده، نجوم كثير مروا على الكره السعوديه اجانب حتى صحيح، ولعيبه محليين سعوديين كمان يا لهم شنه ورنه.
ايوه لا يقف، لا تقف الانديه، لكن خلاص انت حسيت ان هذا اللاعب اخذ، انت اخذت زهره عطاءه الكروي صحيح، وقدم لك كل ما عنده صحيح. الكره تتطور، واليوم انا ابحث عن الافضل، عن الانشط، عن الاكفأ. يعني انا بالنسبه لي يعني المطلوب انه الانديه والجماهير والاعلام تحفظ لاي نجم خدم اي نادي صحيح، انا اتفق معك، القيمه والود والتقدير والاحترام صحيح، وعلى اللاعب ان يتقبل ان ما يحدث كسنه حياه صحيح. يعني انت اليوم لو تسالني انا كسام القرشي، لو عمر السومه يوافق انه يجلس في دكه النادي الاهلي كبديل عند الحاجه، انا بالنسبه لي عادي يجلس عمر السومه، لكن ما اعتقد انه في نوعيه من النجوم ما يحب يجلس في الدكه على الاطلاق. واليوم يمكن الاتحاد قد يمر بذات المشكله مع عبد الرزاق حمد الله، وهو نجم كبير جدا صحيح. لكن الان الانديه قاعده تمر بقفزه نوعيه على اللاعب الذكي ان يختار موقعه فيها، اما انه يغادر او يقبل ويتنازل عن بعض شروطه عشان يبقى في اقوى دوري. لاحظ انت قبل شويه انا كنت اسمعكم قبل اتداخل، كنت تقول ان اليوم بصراحه لو تعرض او تحاول تسوي مخالطه لاي لاعب يرفض يخرج من الدوري السعودي، كيف اخرج من اقول لك هذا محترف النصر، هذا مش ربوف، لما نحاول على حسب معلوماتي انا في الاول، لما جاء في بالشتويه قال ما في ما بخرج يا ابوي من الديك حقك كامل، قال لا ابا تاريخي يسجل فيه اني لعبت مع كريستيانو، كيف تخرجني ودو ابو جاي؟ بالله عليك واحد عنده فرصه يلعب جنب بنزيما اي مثلا، او يلعب جنب فيرمينو في النادي الاهلي حاليا يعني انت تساله يعني معقوله بيضيع نفسه هذه الفرصه؟ يقول صحيح. لا انا ممكن، حتى اقلص في عقدي عشان ابقى واسوي بنفسي من خلال اقوى دوري الانظار متجهه له. وهذا الشيء ترى منطقي جدا، اللعيبه يحبون يكونوا متواجدين في الاضواء، اليوم كل العالم حتى الموضوع وصل لدرجه انه هناك وكلاء لاعبين اصبحوا يتصلون على المرجعيات في السعوديه وعلى الناس يسوقون للعيبتهم انهم يجون السعوديه، ما عاد صارت يعني ما عاد صار الصندوق يبحث عن اللاعبين في الخارج، اصبحت العالم تعرض نفسها على الدوري السعودي. وهذا شيء يضاف للدوري السعودي بصراحه والتوجهات اللي موجوده فيه. فاليوم انا اقول عمر السومه انا اعتقد على المستوى الشخصي اعطى كل ما لديه للنادي الاهلي، وهذه مرحله وانتهت. الاهلاويين اللي بيوقفون على نجم كان وقفوا على فيكتور سيمك، كان وقفوا على عماد الحوثني، كان وقفوا على جوجا، على طلال المشعل وغيرها من اللعيبه حتى على مستوى العالم. صحيح. يا اخي ميسي في يوم من الايام شفناه يخرج من برشلونه، كريستيانو يخرج من ريال مدريد، طبيعي جدا كله رايح. كله رايح. طيب سؤال اخير عشان اختم معك، المحترف والظهير اللي هو اليوسكي ايوه، يعني هذا الظهير كان بارز بشكل كبير وخرج اعاره، هل تؤيد عودته؟ والله شوف، ولا ترى انه الموازين اختلفت او قواعد اللعبه اختلفت الان في الكره السعوديه؟ احنا قبل شوي نتكلم عن اهلي سيبني من الصفر على اللعيبه، في اولويات في الخانات، انا عندي الاولويات بصراحه حراسه المرمى، سناتره الدفاع، لاعب السته، لاعب الثمانيه، لاعب التسعه والنص، المهاجم، الاجنحه، في اولويات، في خانات اقدر اعديها باي لاعب محلي قد يؤدي الغرض، لكن في خانات معينه من الصعب ان النادي الاهلي الحقيقه يضيع لعيبه اجانب في خانات تعتبر مهمه جدا في تركيبه كره القدم، ولكن عندي خانات اهم منها بكثير. طيب ايش اديني رايك الحين، يعني ايش انت ما تأيد؟ والله انا ما أيد استمراره على الاطلاق. هذا واحد ثاني نشبه حيصير، أنا شوف هذا واحد ثاني بنشبه في الاهلي حيصير المخالصات. اعطيك اياها من الاخر، انا اؤيد بقاء بودبوز فقط من جميع اجانب النادي الاهلي المسجلين في قائمة. نعم الحبيب والناقد الرياضي سامي القرشي، اسعدتنا بمرافقتنا في الدقائق الماضيه في مناقشه الملف الملكي الأهلاوي، شكرا لك. شكرا لك يا محمد. شكرا أبو خالد، شكرا. طبعا قلنا أن هي قضية اللاعبين اللي عالقين في 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 الأندية إلى اليوم لم تجرى معهم مخالصات، لم تجرى معهم مفاوضات، ترى على فكرة يعني هذه نقطة مهمة، يعني ما توصلوا الآن من انتهى الموسم من قبل أكثر من شهر إلى اليوم، شفتوا نادي
يعني سوى مخالصة مع بعض اللاعبين اللي ذكرنا أسماهم. لا، النصر أعلن عن اسمين غادروا الفريق، إنه هذول تم الاتفاق وأعلن عنهم بشكل رسمي عن مغادرتهم. فلذلك هذه نقطة مرة مهمة. معي ومعكم الزميل والناقد الرياضي الشاب الجميل عادل بابكير. مساء الخير. مساء النور أبو خالد. يا هلا يا مرحب. والإخوة المستمعين والمجتمعات. آمين إن شاء الله يا حبيبي. أمس كان عندي نقطة والله أنا كنت بناقشها مع أحد مهتم بالشأن الاتحادي شوي، اللي هي نقطة الجدول. إنه في خبر نشرناه إنه في اعتراض اتحادي رسمي سيقدم للجنة المسابقات أو اتحاد الكرة على هذه الجدولة التي لا تليق كما يقال في نص الشكوى أو معنى الشكوى ببطل الدوري، إنه يحصل على إنصاف أفضل من هذا، خاصة في المواجهات الكبرى المباشرة الناس ستلعب معظمها أو كلها في الدور الأول على ملعب الاتحاد، والدور الثاني ستكون خارج ملعب الاتحاد، وهذا يرى الاتحادين أنه غير متوازي. شوف صراحة يا أبو خالد، مسألة الرزنامة المعمولة للدوري حاليا يعني كنا المواسم الماضية ما نمتعب كاتحادين منها، بحكم أن الاتحاد يعني ما كان بطل الدوري، لكن هالموسم أنت بتتكلم عن بطل الدوري، تبدأ أول مباراة لك وانت خارج ارضك وتختم الدوري وانت خارج ارضك، احنا نقول هذا يعني على ايش، على اي معيار تم بناءه، وعلى وايش هي التفاصيل والامور اللي لجنه المسابقات دوبك قبل شويه مع سامي القرشي يقول لي ايش المعيار، لان انا قلت له على الجدول الاهلي وقالوا انه جدول اكثر من جيد حقيقه، وان الاتحادين يشتكوا من هذه النقطه على الجدول انهم ما راضين، فيقول لي ما حد عارف يعني المعيار. قلت والله انا ما عارف، انا عارف المعيار الثابت هو عكس عقارب الساعة، لكن هذا واضح انه مو من عكس عقارب الساعة. طيب انت غيرت في الآلية، طيب قول لنا انا غيرت في الآلية بس وضح. المفترض يكون في مؤتمر صحفي قبل بداية اي موسم وقبل الاعلان عن الرزنامة، يطلع يتكلم في كل رئيس لجنة عن ابرز التطويرات والتحديثات اللي راح تكون في لجنته. هذا المفترض اللي يصير، لان احنا الان مقبلين على نقلة نوعية كبيرة في دورينا على كافة المجالات الرياضية. فالمفترض الآن حتى الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانة اللي أنا أحترمها وبشدة، أنهم يطلعون يبينون إيش التطويرات اللي عندهم، سواء لجنة الحكام، لجنة المسابقات، أيضا رابط الدوري المحترفين. في استفسارات كثيرة يعني للشارع الرياضي، وينكم؟ طيب لو سألتك عن الاتحاد أيضا، هل ترى يمشي على وتيرة مطمئنة لجماهيره، أم إنه والله تقول لسه يعني ما يليق بالدوري بطل الدوري واللي مقبل على كأس عالم إنه لسه باقي؟ حقيقة يا أبو خالد، الصفقات إلى الآن اللي تمت الأجنبية هي احتياجات، وهذا يدل أن في عمل قائم وفي عمل قاعد يبنى لسنين متعددة. يعني تتكلم عن جوتا لاعب عمره 24 سنة، تتكلم عن كانتي لاعب ما زال يعني لسه يعطيك إلى 3 سنوات قادمة، أيضا الصفقة المحتملة الإعلان عنها قريبا بإذن الله إن تم التوقيع، اللي هي صفقة اللاعب فابينهو، لاعب عمرك 27 سنة ويخدمك في أكثر من مركز. اليوم شفت والله ما أدري هو لاعب فرنسي أو شيء، ينتقد انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي ويقول إنه هذا يا فابينهو إن انتقالك في هذه المرحلة وهذا العمر من السن يعني قرار جنوني، وأنه أمامك حاجات تقدمها هنا في الدوريات الأوروبية. أنا قريت هذا التغريدة يعني ولاعب ترى فابينهو يعتبر ركيزة أساسية من ركائز، بعدين هو ولد نونو سانتو، يعني يقول هو اللي استقطبه، هو اللي اكتشفه في أحد النوادي في بداياته، وضم اللاعب للاتحاد والمفاوضات ما كانت بقيادة السيد نونو سانتو، وهذا يدل إن ما في أي تدخل إداري في عملية التعاقدات وعملية المفاوضات. يعني زي ما سمعنا مؤخرا من بعض الأخبار والشائعات اللي كانت تصدر إن المدرب وهناك تدخل في عمل المدرب، لا الآن يوضح لك إن في منهجية في عمل نادي الاتحاد. وأنا أتوقع إن باقي حتى صفقة أو صفقتين، يعني ما بين صفقة إلى صفقتين أجنبية. اللي ننتظر الآن يا أبو خالد التدعيمات المحلية، هي مهمة جدا لنادي الاتحاد. نادي الاتحاد يحتاج إنها ورطة في الاتحاد، صح؟ طيب صراحه لظل الرحيل الثلاثي لبعض اللاعبين اللي كانوا يشكلون على الاقل دكه بدلاء، اللي هو الاتحاد يحتاج اليوم 5 تعاقدات على اقل تقدير في مراكز مختلفه.
وهي خمسة سهلة. هي سهلة. ما هي سهلة ليش؟ أنا أقول لك مو سهلة إنه ما يقدر الاتحاد. مو ولا شح. أغلب اللاعبين مرتبطين. يعني أبسط مثال العمري. صحيح. لكن أنا بيني وبينك عندي 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 ما طرف علم طرف علم احتمال الاتحاد يغلق صفقة العمري. أنا حتى عندي طرف العلم. هذا الحين تقول لي عندي ما قلتها من أول. الحين جيت تقول لي عندي. لا مغرد فيها ترى أبو خالد. إيه أنا مغرد معليش خلاص هذا. يعني في محاولات تقريب وجهات النظر ها بين الاتحاد إدارة الاتحاد وإدارة نادي أبا التي كان لها موقف حقيقة أنا أميل لها أكثر من إدارة الاتحاد حقيقة. أميل لموقف إدارة أبها التي كانت تطلب التقدير. هو الحديث مباشرة. الجانب الاتحادي أبو خالد كان رسمي بشكل لا لا ما كان مبالغ فيه. لا كان جايبها رسمية بطريقة غير مباشرة. يعني أرفع تليفون. لا واضح البيان اللي بيان النادي أبها كان واضح الكلام فيه واضح. يعني أنت تعال كلمني إنه هو ضرب أمثلة بأندية أخرى جات تخاطبت مع إدارة النادي ورحلوا اللاعبين. يعني هذا واضح يا أخي. يعني عاملهم بالطريقة اللي يحبونها مدام إنك تبغى ترغب في شيء. هذا وجهة نظري أنا. فاصل قصير وعود إليك حبيبي عادل ببكير ونعود. المنصة مع محمد البكيري. عدنا إليكم رفاقي في برنامج المنصة لكمال حديثنا مع الناقد الرياضي عادل ببكير. ألو حياك أبو خالد. عادل طيب انت تقول قبل شوي ذكرت انه الاتحاد احتمال صفقتين من اللاعبين المحترفين صح ولا انا غلطان؟ في صفقه الى صفقتين حتكون الحين لا تقول لي الى صفقتين صفقه لا قلت حتى صفقه الى صفقتين صفقه مؤكده الصفقه الثانيه طيب الصفقه دي يعني قلنا اللي هي لاعب الوسط المحور لا بعد لاعب الوسط في مدافع اه يعني صار صفقتين. ما بعد لاعب الوسط صار صفقتين كذا برضه يعني شوف يعني انا بالنسبه لي انهيت ملف الوسط انا الان مبروم على المبروش ما يتلفش اقول لك صحفيين على بعض يتلف على بعض ما ينفع انت الخبره اي ما يحتاج يعني شفت طيب يعني معناته والله صفقتين كمان هذه شيء عظيم صراحه لفريق الاتحاد لو حدث فعلا اذا كان هو احد اللاعبين يعني في المحور ولاعب اخر في الدفاع هذه انا اعتقد انها صفقات مهمة وإذا احتاج الاتحاد رفاهية طيب. وتنويع في اللعب يحتاج جناح أيمن لكن إذا الله الله إذا المنظومة المنتخب هذا ما هو فريق ذا احنا نتمنى يكون عندنا تحديد طماعين طماعين لأن الرغبة في تحقيق كأس العالم يا أبو خالد هذه في جدة فالرغبة كبيرة هذا التاج العالم. الذي يتغندر به الاتحادين بين منفاسر بس في يا ابو خالد يعني انا في صفقه ان تمت هي صفقه محليه هي راح تكون صفقه الموسم للاتحاد اللي صفقه المدافع الدولي اه ايوه هذا ذكرت دست تنبكي صح صحيح طيب اسمع اليوم انا هذا من الاخبار اللي رصدتها عندي طبعا اليوم الكابتن حسان تنبكتي او لا والله اكثر من 10 ساعات ولا شيء زي كذا غرد تغريده في حسابه يعني انا اوريك كيف الجمهور الترقب عنده بشكل عام اتكلم تغريده من كلمتين لنجم المنتخب السعودي ونادي الشباب المدافع الكبير حسان تنبكتي تجاوزت سريعا اكثر من نصف مليون مشاهده تجاوزت 700,000 700 هذا اخر خبري 600 واكثر من 1,000 تعليق صحيح بس ايش كتب يا جماعه تعرف ايش كتب كتب غدا اجمل بس تعال شوف انت التعليقات الجمهور شغوف اي تعال شوف التعليقات اللي يقول تعال نادينا واللي يقول انت فين رايح واللي الشباب يقول له يعني على قولها قلب الارض واشياء كثيره الولد ما قال شيء قال غدا اجمل يا اخي اي واحد يكتب ما تعرف الناس لكن ان حدث ما يقوله عادل ببكير هذه صفقه موسم حقيقه بعد صفقه شرحيلي هذا صفقه افضل صفقه محليه حدثت الموسم الماضي صحيح بعد صفقة حمد الله راح تعمل بعد صفقة حمد الله هذه بعد صفقة حمد الله صفقة حمد الله الأولى هذه وبعدين هذه لكن الله يذكر حامد البلوي بالخير صراحة والله وكان السبب الرئيسي في استقطاب لا وكلهم اشتكوا فيها حامد والله انتزع صفقتين تاريخية لنادي الاتحاد حقيقة وشال ودفع ثمن ليس
ثمنه يعني. لكن شوف ابو خالد، تمت باذن الله صفقه تنبكتي، وانا متفائل فيها فقط لسبب وجيه. الله، انا ما انا متفائل. أنا متفائل فيها لاصرار الاداره الاتحاديه على استقطاب اللاعب. ادري ممكن ممكن ان غدرنا ناظري الى قريب. هي طب تتوقع ايش هو، انتقال ولا اعاره؟ انا اتمناها انتقال. بس تتوقع اعاره؟ اتوقعها يعني. يلا جبت لك مخرج اللي اتوقعها يعني، عشان ما يعني تنزلق بعدين. لا هي الخيار ترى مكتوبه في التغريدات حق البرنامج ذي. ايش بكره تجي تقول لي لا ما قلت؟ لا حثبتها انا، ثبت يا خالد. انا 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 مغرد حتى على موضوع تنبكتي، وقبل يومين تقريبا لما المعد خالد الثقفي اتمنى انه يرصد هذا الحديث حق عادل بابكير. اعلنت ان الصفقه يعني خيار اتحادي، وفي اصرار على اتمام الصفقه، لكن ان ما تمت فهي الاقدار، لكن في رغبه قويه من الجانب الاتحادي على استقطاب اللاعب. ما قلنا شيء، بس ابو رغبه انت حنستناك. انا اللي انا قاعد اتابع الحين في الصفقات لين اشوف انا، لان لك هديه مني لو صار. رابع شخص يقول لك هديه لو صار. الزميل الحبيب عادل بابكير، اشكر لك مرافقتي في الدقائق الماضيه، شكرا لك ايها النجم. العفو. شكرا، بامان الله. اعزائي المستمعين، اليوم نصل الى الختام حلقتنا لحلقة برنامج المنصه على اثير اذاعه الف الف. واحب اذكر حاجه، انه هناك مهمه، 7 انديه يا جماعه قررت المشاركه فين؟ في دوري الرديف الموسم الجاي، وهي مين؟ أندية الشباب والفتح والاتفاق والفيحاء وابها والوحدة والخليج، 7 أندية يعني، وتقريبا 11 نادي ما شارك. السؤال، لماذا فقط شاركت هذه الأندية؟ يعني إيش هي المسببات اللي دفعت الأندية لهذه المشاركة، وما هي المسببات التي منعت أو امتنعت فيها الأندية الأخرى الـ11 عن المشاركة في هذا الدوري الرديف؟ هل هو نقص اللاعبين؟ هل هو توسع المشاركات اللي راح يأخذها؟ طيب لو قلنا والله مثلا الاتحاد، الهلال، احتمال النصر كمان، مشاركات خارجية، أشياء. طيب الأندية اللي باقية وين؟ هذه قضية حنناقشها إن شاء الله قريبا في برنامج المنصة. نستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة لبرنامج المنصة على أثير ألف ألف. استودعكم الله، أنا محمد البكيري، وكان برفقتي الزميل خالد الثقفي في الإعداد، والزميل خالد الخوالد اليوم معايا، وخالد في الإخراج. شكرا لكم، في أمان الله.